أهلا بكم من جديد مشاهدينا. ننتقل مباشرة لمتابعة المؤتمر الصحفي الذي يعقده الوزير طلال إرسلان حول إشكال الشويفات بالأمس. اللي خرج عن المألوف وعن المنطق وعن المسار الطبيعي للعيش المشترك واحترام المتبادل لمحكومة في شويفات بين كل فئات المجتمع، والشويفات تمثل بتركيبتها الاجتماعية كل لبنان، فيها من كل الطوائف والمذاهب والأحزاب والانتماءات المختلفة، واللي معروف عنا تاريخياً بأنها تحفظ الاحترام المتبادل بين الجميع. والخطوط الحمراء بين الجميع. بالأمس قبل ما فوت بالتفاصيل، تم اتصالات مكثفة بيني وبين أخي وليد بيك جنبلاط وبين الأخوة في المقاومة، وكان في استنكار عارم منا كقوى سياسية على كل ما حصل بالشويفات، وما شفت من أي جهة إلا تمسك بالخطوط اللي اتفق عليها بعد 11 أيار 2008 والاستمرار بها بكل قناعة وبكل جدية وبكل حزم. والشويفات لن تكون وما كانت قبل ولن تكون إلا الحافظة والراعية لظهر المقاومة الوطنية في هذا البلد. هذا قرار متخذ في الجبل ومتخذ ب 11 أيار 2008 بالتنسيق الكامل مع الحزب التقدم الاشتراكي ومع الإخوة في المقاومة وعلى رأسهم الصديق الكبير والأخ الكبير سماحة السيد حسن نصر الله لما يمثله هذا الرمز الوطني الكبير على المستوى الوطني اللبناني خاصة وعلى المستوى الإقليمي بشكل عام. وبالتالي بعد ما تم الاتصالات امبارح بشكل مكثف مع القيادات، وليد بيك ببريز تم الاتصال بيني وبينه أكثر من مرة، بأواخر أو المساء تم الاتفاق على مسألتين أو ثلاثة أساسيات. قبل ما فوت هلق أرجع بالتفاصيل، أولا التركيز المطلق على السلم الأهلي، التركيز على العيش المشترك، التركيز على احترام وحفظ خصوصيات كل الناس، رفع الغطاء منا جميعا لكل من حاول أن يصطاد بالمياه العكر، وكل من يحاول انه يوضع الشويفات واهل الشويفات مثل المشمشي بدل ما تكون بوابه للامن والاستقرار، ان يجعل من الشويفات بوابه للفتن وللانقسامات اللي اهل الشويفات بريئين منها واهل الجبل بريئين منها. ولما أقول أهل الشويفات بريئين منها وأهل الجبل بريئين منها،
على المستوى الديني والزمني، وليس هنالك غطاء لا ديني ولا زمني على أحد من اللي بيخطر له أنه يورط الجبل عبر الشويفات بصغائر النفوس لتوريط أهل الشويفات وأبناء الجبل بفتنة. نحن كلنا، ولما أقول نحن كلنا يعني أنا ووليد بايك ومشايخ المرجعيات الروحية الكبرى في الجبل والأخوة في المقاومة، رافضين بشكل مطلق جملة وتفصيلا، وما حدا يفتكر حاله إنه قادر مهما يعتبر حاله إنه كبر إنه يفرض واقع فتنوي نحن ما لح نرضى فيه وما لح نسلم فيه وما لح نتهاون فيه. وبالتالي رفع الغطاء على كل الناس وكل من سولته نفسه إنه يجعل من حادثة الأمس وإشكال الأمس منبر لإعطاء شرعية ما، إن كان على المستوى الزمني أو على مستوى ما بدي أقول ديني بس لباس ديني. هاي المطاجرة عم بتعرضنا وعم بتعرض الشويفات والجبل لأمور نحن بغنى عنها. نحن لنا ملء الثقة بقيادة الجيش، بشخص اللي بوجه له تحية كبيرة واحترام كبير، بشخص العماد جوزيف عون لما يمثله من مناقبية وطنية عامة، إنه يكون ويفتح تحقيق مع كل مين بغض النظر انتمائه المذهبي أو الطائفي أو السياسي، لأنه نحن أنا ووليد بايك على مستوانا بدنا نعرف حقيقة بالضبط شو صار، والمقاومة بدها تعرف بالضبط شو صار. لأنه الشائعات اللي طلعت والواتسابات اللي انبعتت والمزايدات اللي حصلت كانت أدت إلى فتنة غير مبررة على الإطلاق، لأنه كان الحل نوجد وموجود ورايح على التطبيق. وليد بايك تفاجأ، أنا تفاجأت، وأخواننا بالمقاومة تفاجأوا، وأهل الشويفات تفاجأوا، وأهل الجبل تفاجأوا. وبالتالي هيدا الأسلوب وهيدا النوع من التعاطي مرفوض بشكل كلي. اتفقنا على إزالة كل الشعارات الحزبية، وبلدية الشويفات رح تدعي مفروض قريبا لاجتماع لكل الأحزاب والقوى ليتم اتفاق حول هذا الموضوع. ومبارح بالأمس كان الحكي انه بتنحط الأعلام اللبنانية، وبالتالي الخروج من هذا النفق المظلم. الأهم من كل هو أنا قلت هودي بالشكل لأوصل للموضوع الأهم. إشكال الأمس إن شاء الله بنعتبر إنه خلص وتم التوافق على صيغة معينة، إنما نتفاجأ بالأمس وأكنه كانت الفتنة. وأنا هون بتساءل إذا في طابور خامس خارقنا نحن في الحزب الديمقراطي أو خارق الإخوان بالحزب التقدم الاشتراكي أو خارق البعض بالشويفات أو خارق ما بعرف مين،
اللي صار امبارح له وجهين، وكيف تزامنوا مع بعضهم شغلة عجيبة. أولا التحريض المذهبي، ثانيا التحريض الداخلي داخل الطائفة الدرزية. يعني بعد الإشكال امبارح حصل إشكال، تحولنا من هذا الإشكال ونقاشه على أرض الواقع شوي، رحنا على محل بلشت تتفتح أمور تتعلق بالعلاقة بيني وبين وليد بيك أو بين الحزب الديمقراطي والحزب الاشتراكي، وبلشت تتسوق وأكنه المطلوب فتني إلى طابع مذهبي في مكان، وإلى طابع فتني درزية داخلية في مكان آخر. طيب مين عم بدير هالقصة وكيف صارت وكيف الأمور راحت بهالاتجاه؟ هذا سؤال برسم الكل. سؤال تاني انه لما توصلت انا ووليد بيك بفرنسا اكثر من مرة، وتواصلت مع بعض الاخوان بالحزب الاشتراكي، لقيت انه ما حصل على ارض الواقع لم يتم نقله بأمانة إلى القيادة، وبالتالي لما عم بحكي مع وليد بيك عرف بعض تفاصيل مني أنا لمفترض بالمنطق إنه تكون منقولة الصورة بكل تفاصيلها وبكل حيثياتها، بشكل إذا بده يتخذ أي قرار سياسي يكون هذا القرار مبني على وقائع صحيحة مش على وقائع فيها نصف الحقيقة. لأنه أنا إذا بتصلي نصف الحقيقة ببني موقف شيء، وإذا وصلتني كامل الحقيقة ببني على موقف. وبالتالي في سلسلة من الأمور كانت مرتبطة بشكل أو بآخر، وأنا هون أحذر وأصر على طابور خامس فات باللعب بالنار بالموضوع الدرزي والعلاقة الدروز كقوى درزية بين بعضنا البعض، وفات على خط النار ب تفجير فتنة مذهبية بأبعاد أخرى. أنا هون بطالب وبرجع بكرر وبأصر إنه وأوجه كلامي للسياسيين ولرجال الدين وللقوى السياسية، كلمة يغطي أي شخص باللي حصل امبارح إن كان في المقاومة، إن كان في الحزب الاشتراكي، إن كان في الحزب الديمقراطي، إن كان في أي مرجعية أخرى، كل من يغطي أي إنسان، مش عم بحكي أنا عن الناس اللي تحمست بالصوت والصورة واللي تحمست من خلفية، ما بشك بس خليني أقول بخلفيتها العاطفية، كل من بغطي المسؤولين المباشرين عن الفتنة اللي كانت حصلت بالأمس بعتبره هو شريك مباشر بزرع بذور الفتنة بالشويفات وبالتالي بالجبل. أنا
أهل شويفات دروز وشيعة وسنة ومسيحيين عايشين بسلام وبأمان وباحترام بين بعضنا البعض جميعا. ما لح نسمح لحدا يمد إيده للعب بالنار على هذه الخلفيات مين مكانكو. ونحن أمام هذا الواقع مسؤوليتنا مثل ما كانت الشويفات أيام الحرب هي بوابة الجبل لحماية الجبل بأحلك الظروف اللي مرق فيها الجبل، هلق الشويفات ستكون البوابة الضامنة للسلم الأهلي بالجبل، ولح تكون هي اللي طالع منها روحية العلاقة الوطيدة بين أهل الجبل وبين سكان أهل الشويفات، لأي مذهب انتموا، لأي حزب انتموا، لأي قوى انتموا. وكلمة أخيرة، سنبقى اللي بلشت فيها، سنبقى نحن وأهل الشويفات، كل أهل الشويفات والجبل الضامنين للمقاومة وخط المقاومة ومسيرة المقاومة، والتي هي جزء لا يتجزأ من العنفوان الدرزي التاريخي لبني معروف، خاصة إنه هذه الطائفة مكنونة الأساسي في هذا البلد من 1200 سنة، هي حماية البلد وروحية المقاومة المتجذرة في سلك الديني والزمني. وبالتالي ما لح نسمح لأحد مين مكان يكون إنه يلعب بهذه المسائل على مستوانا جميعا. وشكرا. لاعب دور بتأجيج الأمور، هل هذا الطرف هو موجود على ساحة الجبل يعني الطرف السياسي أو يعني ما بعرف؟ لا لا، ما بدي أقول موجود على ساحة الجبل، ما بعرف، بس أنا حسيت مبارح اللي صار. أول شيء أنا واكبته بتفاصيله مع بعض الإخوان عنا، في شيء صار خارج إطار المنطق وخارج إطار الصحيح بنقل الصورة والتعاميم اللي انعملت. يعني إذا عم بعطي مثل بسيط، إذا وليد بيك ما وصلت له كامل التفاصيل بتعود تلوم الناس بالضيع أو بالقرى أو بالهيدا، لا، في شيء صار مش طبيعي، في شيء صار تأجيج لفتنة مذهبية بمحل، وفي محل تاني بذات التوقيت تأجيج أو لعب بنار العلاقة الدرزية الداخلية بين الحزب الاشتراكي والحزب الديمقراطي. طيب هاي كيف ساقبت كلها سوا؟ وأكنه المشروع مش مسألة علم، المشروع له أبعاده السياسية، لأنه هيدي لا سمح الله لو صارت كرة تلج ما بنعرف وين بتصير، وبتخرج من اجتماع مغلق، مفترض بين هلالين أن يكون مغلق وهو مكان مغلق، لتتعمم على قرى الجبل من حصبية للمتعين، وبالتالي بكل قرى الجبل يصير في نزاع أو مواجهة بين
حزبين أساسيين على المستوى الدرزي اللي هو الحزب الاشتراكي والحزب الديمقراطي، وهي الجدلية ما بيسوى ينفتح مجال لتطورها، لأنه هيدي ما بنعرف لوين بتودينا إلى فتن داخلية. هاي من ميل. ومن ميل تاني مسألة اللي صار بموضوع المذهبي بطريقة أخرى. ونحن، وأنا هون بدي أقولها بكل صراحة، ومش بس أنا عم قولها، أنا أعلمت امبارح بالأمس إنه مسؤولين أساسيين بالحزب التقدم الاشتراكي أبلغوا مباشرة قيادة المقاومة وحزب الله إنه نحن منعرف إنه أنتم ما إلكن علاقة لا من قريب ولا من بعيد بقصة العلم. وأنا على مستوى معلوماتي الحزبية بالشويفات من وقت ما بلشت المشكلة، بعد بأولة كانت مبلغ إنه لا علاقة قطعيا للحزب إخواننا بحزب الله بقصة العلم. طيب مين في أي طاقة؟ مين في أي طاقة؟ مين هالمعلومات عنده بنك المعلومات اللي هو بحدد من المسؤول؟ هاو كلهم حصلوا بالأمس وحصلوا اليوم الصبح. هون أنا برجع بنبه، وأنا بلشت بحالي تما حدا يعتبر أنا عم زدت على حدا آخر. إذا أنا مخروق بالحزب الديمقراطي لازم أعرف، وإذا حدا مخروق بالحزب الاشتراكي لازم وليد بايك يعرف، وإذا حدا مخروق بالسلك الديني لازم كمان نعرف، والمرجعيات الدرزية الكبرى أيضا تعرف، لأنه مش حر كل واحد يخطر عباله يركب مشروع فتنة داخل الدروز بين بعضنا أو مع إخواننا في المقاومة ونحن نتركه إنه يعني هالمرة سلمت، بعرفش مرة تانية إذا بتسلم. هيدا اللعب بهاي الطريقة بالمسلمات الأساسية بالبلد مش مسموح لأحد إنه يلعب فيها. وأنا على ثقة إنه، وهذا اللي توصلنا له مبارح، لا وليد باك مغطي أحد، ولا أنا مغطي أحد، ولا المقاومة مغطي أحد، بس بدنا نعرف ولازم نعرف. تم التواصل مع قيادة الجيش، مع قائد الجيش، وإن شاء الله موعدين إنه الأمور تأخذ مسراها الطبيعي من أجل سلامة أهلنا وولادنا وسلامة هالبلد وسلامة الجبل من التكاذب ومن التزوير ومن التضليل ومن بذور فتنة. نعرف كيف بتبلش بس ما حدا بيعرف كيف تنتهي. شكرا. شكرا، يعطيكم العافية. إذن مشاهدينا، كنا في هذا النقل المباشر للمؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير طلال أرسلان للتحدث عن ملابسات حادثة الشويفات بالأمس. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.